وفي قطاع العمل، أعلن الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود عن فتح شاشات صرف الأجور لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل. الزيود بيّن أن هذا الإجراء جاء لتمكين المنشآت من صرف أجور العاملين لديها من خلال البرنامج قبل إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك. وينضم إلينا الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. كيف يتم الصرف وفق هذه الآلية، آلية فتح الشاشات التي أعلنتم عنها وسيتم البدء بها اليوم، وما هي الغاية من هذه الخطوة؟ صباح الخير أستاذ روز. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. هذه الخطوة هي خطوة روتينية أستاذ روز، هي خطوة لصرف مساهمة البرنامج الوطني للتشغيل في أجور العاملين وبدل التنقلات وبدل اشتراكات الضمان مع الشركات التي يعمل بها، الذين تم التوقيع معهم عقود عمل بين الشركات والعاملين في هذه الشركات. الآلية هي هذا مبدأ فتح الشاشات، والمقصود به أن يستطيع صاحب العمل الذي استفاد من أو قام بتشغيل الشباب الباحثين عن العمل والباحثات عن العمل من خلال البرنامج، أن يستطيع أن يحصل على سند صرف من خلال الحساب المخصص لهذه الغاية حتى يودع المبلغ المخصص من أجر العامل في حساب خصص لهذه الغاية لدى الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي هو الضامن لحصول العاملين في الفترة الأولى على الأجور حتى نتمكن من إيصال مساهمة البرنامج في الأجور إلى العاملين لدى هذه المنشآت. يعني هو الضمان الاجتماعي فقط هو حلقة وصل لضمان وصول الأجور أو مساهمة في الأجور، مساهمة البرنامج في الأجور لدى العاملين أو الذين عملوا من خلال البرنامج الوطني للتشغيل لدى منشآت القطاع الخاص. ولا يوجد مراجعة للضمان، هي عبارة عن عملية إلكترونية. البرنامج يرسل هذه المخصصات أو المساهمات، وأيضا أصحاب العمل فقط يحصلون على سند صرف لإرسال هذه المبالغ إلى هذه الحسابات حتى يحصل عليها العاملين من خلال هذا البرنامج. نعم. على الأجر طبعا كان الهدف من الخطوة أن يحصلوا على أجورهم قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. طب كم عدد المستفيدين من خلال البرنامج الوطني للتشغيل لهذا العام؟ اليوم حتى اللحظة، حتى هذه المكالمة، يعني عدد الذين وقعوا عقود بلغ تقريبا 23,000 باحث وباحث عن العمل، هؤلاء الذين وقعوا عقود. أما المسجلين حتى اللحظة على المنصة، على منصة التشغيل الوطني سجل، ينتظرون أيضا الحصول على فرص عمل المرصودة أو التي أيضا سجلها أصحاب العمل على هذه المنصة. 59,000 باحث وباحثة عن العمل سجلوا على هذه المنصة يعني للحصول على فرص العمل المتاحة أو للاطلاع على فرص العمل المتاحة من القطاع الخاص. نعم. طيب لو تحدثنا أكثر عن نجاح هذا البرنامج بشكل عام، كيف رصدتم نجاح هذا البرنامج الذي انطلق بعام 2021 ومن المفترض أن ينتهي هذا العام؟ يعني صراحة الإقبال جيد جدا من الشباب، من الباحثين والباحثات عن العمل. وكما تعلمي أستاذ روز، أيضا هذا البرنامج هو خصص للفئة العمرية، فئة عمرية محددة وهي من 18 إلى 40 سنة. وأيضا كان هناك مساهمة في الأجر من أجل تحفيز القطاع الخاص على أن يقوم باستحداث فرص عمل لديه ويقوم بعرضها على المنصة الوطنية للتشغيل. وبالمناسبة هو هذا البرنامج أصلا هو العنصر الأساسي فيه والمحور الأساسي فيه أو الأول والأخير هو القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص يقوم بعرض فرص العمل على المنصة، والباحثين عن العمل والباحثات عن العمل يقومون بتسجيل على المنصة. ونحن دور هذه المنصة التشبيك بين الجانبين، بين الطرفين، حتى يتمكنوا. لكن دور وزارة العمل في هذا الجانب هو إشرافي حتى نضمن أن تم إبرام العقود بالطريقة الصحيحة، تم توقيع الاتفاقيات بين مع الشركات. أيضا نحن لا نعتمد أي شركة إلا بعد دراسة ملفها. وأيضا اسمحي لي أن أنتهز هذه الفرصة معكم أن أنوه أن وزارة العمل لا تضع شعارها على مع أي شركة في إعلان تجاري،
إنما هي تتعامل مع الشركات التي فقط لغايات التوظيف التي تقوم بالتسجيل عبر المنصة تعتمد وتسجل عبر المنصة الوطنية للتشغيل سجل. فالباحثين عن العمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل لا يوجد منصة أخرى إلا من خلال هذه المنصة حتى يبحثوا عن العمل. حتى اللحظة البرنامج يصير بشكل جيد جدا، وهناك إقبال من كلا الطرفين سواء الباحثين عن العمل أو أصحاب الشركات في القطاع الخاص. نعم، طب لو لا يعني هل هناك كان التزام كبير من قبل المشغلين بهذا البرنامج؟ نعم سيدتي، أصلا هنا نعم. كان منشآت القطاع الخاص جميعها التي يتم تسجيلها على هذه المنصة هي جميعها يشترط أن تكون تحت مظلة غرف الصناعة والتجارة، يعني يكون لها مظلة. التعاون كان كبير من إخواننا في القطاع الخاص وهناك إقبال، وهي يوميا تردنا طلبات تسجيل شركات حتى تحصل على تعرض فرص عملها على هذه المنصة حتى تستطيع استقطاب فرص عمل حسب الكفاءات والمؤهلات التي يرغبون بها. شكرا جزيلا لك. إذن كان معنا الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود.